اهلا بكم في حلقه جديده من كورس الامبيدد سيستمز توتوريال. ان شاء الله النهارده الحلقه الخامسه في سلسله السيريال كوميونيكيشن اللي هو اليو ارت، والنهارده هناخد الدمج بين ال ال سي دي واليو ارت وار بي بورت تشينج انتربت. دي الدايره اللي هنشتغلها النهارده، تعال نشوفها كده على البروتوس. دي الدايره عندنا، التوصيلات دي كلها شرحناها قبل كده. الفكره كالاتي، ان انا عندي اربع سويتشات او اربع ديجيتال سنسور. مجرد ما انا اضغط على السويتش ده واحد هينور لي ليد واحد، اضغط على سويتش 2 هينور ليد 2، 3 هينور ليد 3، 4 هينور ليد 4. في نفس الوقت هيعرض على ال سي دي عندي الاستيتس، لما اضغط على سويتش واحد ليد واحد هتنور، يقول لي الاستيتس ليد واحد، يعني اخر ليد حصل عليها تغيير هي اللي هيعرضها على ال سي دي. هنا بعمل كنترول على الهاردوير، بمعنى ان انا بضغط على السويتشات يغير من حاله الليدات على ال سي دي، او ممكن اكتب على السيريال حرف A يعمل توجل للليد اللي هنا، B يعمل توجل للليد التانية، C يعمل توجل للليد التالتة، D يعمل توجل للليد الرابعة. تعال مع بعض كده نشغل البرنامج. قبل ما نشغل، أنا طول ما هستخدم السيريال عندي يبقى لازم أتعامل مع الفيرشوال تيرمينال. اتعلمنا طبعا في الفيديو اللي فات نشغله ازاي. ديفايس كرييت بير نيكست كوم واحد وكوم اتنين، هقول له اشغل بودريت فينش، اعمله مينيمايز. شغلنا عندنا الدوك لايت هنا، ما ننساش قلنا بنضغط هنا دبل كليك كده، ولازم افعل السنت وريسيف، وافعل كمان كوم اتنين. كوم اتنين ده اللي هشتغل عليه الدوك لايت 9600 8 بت، الستوب بت واحد، واقول له بعد كده اوكي. اروح للبروتوس، لازم ابقى ظابط هنا السيريال عندي على كوم واحد، يعني المايكرو كنترولر هيبقى متوصل على كوم واحد. 9600 البودريت، داتا بيتس 8، بارتي نون، الكلام ده شرحناه بالتفصيل في الفيديو السابق. الدوك لايت هنا هعمل تولز، اقول له كونسول اون. طبعا احنا هنصغر كده، هعمل رن في البروتوس عندي هنا، هنلقى فيه كلمه ويلكم ظهرت على ال سي دي، وعندي مين ويلكم هنا على اليو ارت او على السيريال. لو انا ضغطت على السويتش الاول هنا هيعمل توجل للليد الاولى، خلي بالك عمل توجل وكتب هنا ستيتس ليد واحد، يعني اخر تغير حصل كان على ليد واحد. طب لما اضغط على سويتش 2 هيعمل توجل ليد 2 ويقول لي ستيتس ليد 2، ده اخر تغير على ليد 2. 3 اضغط 3 تاني هنلاقي ايه ليد 3، اضغط هنا تبقى 4، ارجع تاني عمل توجل لواحد اهو، 2 عمل لها توجل، 2 نروح ل 3 نلاحظ ان هو عمل لها توجل اهو، وبيكتب على ال سي دي 3. ده لو انا هتحكم من الهاردوير عندي من السويتشات اللي متوصله بالمايكرو كنترولر مباشره. لو انا رحت للسيريال، لو انا كتبت ايه، بص كده هو عمل توجل للليد ايه، في نفس الوقت كتب لي على ال سي دي ليد واحد، هكتب بي. خلي بالك ان انا لما بكتب بي تظهر هنا وبيرجعها تاني على السيريال، يعني انا بشوفها على السيريال هنا. هيعمل ايه؟ عمل توجل ليد 2، في نفس الوقت كتب على الستيتس ليد 2 على ال سي. نكتب بي تاني، عمل لها توجل اهو طفاها 2 تاني، بي سوري بضغط بي. نروح بعد كده هنا هضغط سي، سي كده عمل توجل لسي، سي اهو كتب ليد 3. طب دي عمل توجل ليد 4 وكتب ليد 4. ده كانت البرنامج ببساطه، يبقى اعمل كنترول من السيريال او من السويتشات عندي المتوصله بالمايكرو كنترول. تعال مع بعض نشوف الكود كده. الكود ببساطه، انا كتبت الانشياليزيشن الخاصه بالبنات الخاصه بالال سي دي، كمان عندي اربع سويتشات كل سويتش متوصل على بن معينه، عملت استخدمت هاش ديفاين عشان استخدم الاسم هنا بدل ما استخدم بورت بي دوت بي مثلا 4. نفس النظام كررته على مين الليدات، الليدات عندي متوصله على بي 0 لبي 3 من بورت بي، سميتهم ليد 1 لغايه ليد 4. هروح لداله الفويد مين، انا مش مستخدم انتربت هنا، انا مستخدم الكود ببساطه. اول حاجه في داله الفويد مين انا عملت انشياليزيشن للال سي دي، عملت كلير للال سي دي، وعملت كمان كورسر اوف، وعرضت جمله افتتاحيه في السطر الاول. يبقى في السطر الاول في العمود الاول كلمه ويلكم هنلاقيها هنا كده، هنلاقيها ظاهره على طول. فكلمه ظاهره على طول يعني انا ما مسحتهاش، يعني انا مش همسحها في الكود هنا. هستخدم اليو ارت، يبقى اعمل له انشياليزيشن، هكتب جمله افتتاحيه على اليو ارت في الاول ويلكم، يبقى استخدم يو ارت 1 اندرسكور رايت اندرسكور تكست. بعد كلمه ويلكم مباشره ظهر مين، هعمل انتر، انتر يبقى باك سلاش ان باك سلاش ار عشان ينزل سطر جديد. ممكن الغي دول زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، واستخدم الامر دول، يعني الامرين دول بكافئ دول، يا تستخدم دول او دول. طبعا هروح لتريس بي، هعرف من بي 4 لبي 7 انبوت، ومن بي 0 لبي 3 كاوتبوت، لان من بي 0 لبي 3 عليه ليدات، ومن بي 4 لبي 7 عليه سويتشات. تمام، وهطفي الليدات في البدايه، فاقول بورت بي بيساوي 0. هروح ل 4، في 4 عندي هكتب الكود كل عندي الاسلوب. اول حاجه اتشيك على السيريال هل في داتا جايه ولا لا، واتفقنا ان انا لو انا عايز اقرا داتا في الفيديوهات اللي فاتت يبقى استخدم يو ارت 1 اندرسكور ريد قوسين فاضيين سيمي كولن، واخد الداتا دي احطها في متغير. المتغير ده يبقى ايه؟ يبقى لازم من نوع انسايند كاركتر، من نوع ايه؟ كاركتر، عشان انا هستقبل تكست، فلازم يبقى
الداتا تايب بتاعته بالشكل ده. هتقرا من السيريال، عشان تقرا من السيريال لازم تعمل تشيك الاول هل في داتا على السيريال ولا لا، باستخدام الامر اسمه اف افتح قوس يوارت 1 اندرسكور داتا اندرسكور ريدي قوسين بيساوي سوا. دي معناها هل في داتا على السيريال ولا لا. لو في داتا خش اقراها وحطها في المتغير اللي اسمه ريسيف. في نفس التوقيت هاخد المتغير اللي انا قريته من السيريال هرجعه تاني على السيريال، ابقى اقول له يو ارت 1 اندرسكور رايت ريسيف رجعه على السيريال. ليه؟ عشان انت لما تكتب هنا دي ترجع على السيريال تاني دي، يعني تقدر تشوفها. لو ما عملتش كده هتلقى شاشه السيريال فاضيه هنا مش هشوف عليها حاجه، ده انا عايز اشوف انا بكتب ايه. يبقى عملت ايه؟ يبقى عملت ان انا رجعت المتغير تاني اللي انا قريته على السيريال. طبعا لازم اعمل نيو لاين، يعني انا لما اضغط بص كده هنا لما انا اضغط بي او دي بيعمل نيو لاين، نيو لاين عشان يستقبل الحرف اللي بعده ينزل سطر. فنيو لاين هنا ما ينفعش تتكتب باك سلاش ان غلط، لان هي بتتكتب الحاجات دي مع التكست، فطول ما ده متغير هياخد قيمه فلازم اكتب الامرين دول عشان اعمل نيو لاين. وقلنا يو ارت 1 اندرسكور رايت 10 ونفس الامر 13 ده يعمل نيو لاين. نروح للكود الاساسي بتاعنا. انا دلوقتي هعمل كنترول على الليدات عندي. الليد دي تنور امتى؟ في حالتين. ايه هما الحالتين؟ يا اما تضغط على سويتش الاولاني هنا يعمل توجل للليد دي، او ممكن انا اكتب له من هنا ايه يعمل توجل للليد او من السويتش ده يبقى ايه السويتش، او ان انت تكتب ايه على السريع. تمام، يبقى انا اعمل كده، اروح اعمل تشيك اف هل السويتش الاول بيساوي يساوي زيرو. طب ليه قلت يساوي يساوي زيرو؟ لان هنا هو اصلا مين بول اب ريزيستور، يعني الديفولت داخل واحد، لما اضغط على السويتش يدخل زيرو. فانا عايز الليد يحصل لها توجل لما اضغط على السويتش، لما تضغط على السويتش يدخل زيرو. فانا عامل تشيك لما يبقى بزيرو، دي علامه اور، او المتغير اللي جاي من المين من السيريال اللي انا معرفه فوق من داله ريد. يبقى داله ريد هتقرا وتحطه في المتغير اللي اسمه ريسيف. لما ريسيف بيساوي يساوي خلي بالك بين كوتيشن سنجل كوتيشن ايه، لان انت هتستقبل تكست حرف. هقول له ان كان جايك ان السويتش اتضغط عليه او المتغير تقبل ايه اعمل ايه للد واحد، اعمل لها توجل مباشره. وما انساش اروح للال سي دي اغير الحاله، لان اتفقنا ان الال سي دي هيبقى عليها مكتوب هنا الستيتس. ممكن تبقى لد واحد لد اتنين لد تلاته، انا عايز لما اضغط سويتش واحد يتكتب هنا ستيتس لد واحد. طب لو انت ضغط سويتش اتنين تبقى لد اتنين، يبقى لازم الجمله دي تتغير. فعشان اغيرها اول حاجه لازم اضمن ان المكان بتاعها ممسوح فاضي، فانا في البدايه لازم امسحه. يبقى قبل ما انا اكتب امسحه، لان ممكن يكون مكتوب في حاجه من الحاله اللي قبل كده. امسحه ازاي؟ هو الستيتس عندي هنا في الصف الثاني من بدايه العمود الاول، السطر ده كله هروح اقول له الصف الثاني العمود الاول امسح الجمله دي كلها. تمام، امسحها وارجع تاني اكتب مكانها ستيتس نقطتين لد واحد، لان انت هتعمل توجل لد واحد. ما انساش اصفر المتغير اللي اسمه ريسيف، واعمل ديلي ملي سكند 500. ليه الديلي ده؟ الديلي ده مش خطر السيريال، لا لا خالص، ده خطر السويتش عشان اضمن ان اليوزر ضغط ورفع ايده. تمام، طب ليه انا هصفر الريسيف؟ ما الريسيف هنا من داله ريد هتحط فيه المتغير وليكن جاي له ايه هتحط فيه ايه. طب ليه محتاج ان انا اصفره؟ انت لو ما صفرتهوش هيبقى ده فيه ايه، هيروح يعمل تشيك اف الريسيف بيساوي ايه، مكتوب فيها ايه، هيروح عامل توجل للليد ويكتب على ال سي دي ليد واحد، وتلاقيه كل شويه يعمل توجل. خلاص، بس كل 500 ملي سكند عشان انت حاطط ديلي هنا. يعني انا شلت الديلي وهعمل الكنترول هنا من السيريال من اليو ارت. تعال نعمل بلت بالوضع ده، نعمل كلير الاول، كلير اهو، نعمل ستوب ورن تاني. بصوا معايا كده، تعال نكتب ايه من هنا. ايه رايكم؟ انا كتبت ايه مره واحده اهي من الكيبورد، كل شويه بتعمل فلاش. بتعمل فلاش ليه؟ والال سي دي بتعمل فلاش، الفلاش هنا عشان هو قرا وحط في المتغير ريسيف ايه، فيجي يعمل تشيك يقول له ريسيف ايه اعمل توجل للليد، ويروح يغير الحاله على ال سي دي، يرجع تاني يلقى ما زال الريسيف عنده فيه ايه، يدخل تاني يعمل توجل وهكذا، فتبقى المشكله دي معاه مستمر. فاقول له لا، بعد ما انت تعمل تشيك على ريسيف وطلع ايه وعملت وحققت اللي انا عايزه، روح صفر الريسيف عشان يستقبل الحرف الجديد المره الجايه. وما انساش اعمل ديلي عشان السويتش. نعمل بلت كده، نرجع تاني هنا، اعمل كلير هنا، ستوب هنا، وادي ران. تعال نضغط ايه كده على الكيبورد اهو، ايه عمل توجل مره واحده، ايه تاني طفى، ايه نور، والال سي دي ثبتت. نضغط على السويتش اهو زي ما انتم شايفين كده. يبقى كده لازم تصفر الريسيف عندك وتخليه بزيرو. نروح للاف الثاني. الاف الثاني عندك بتقول ايه؟ انت هتعمل توجل للليد الثانيه امتى؟ لما السويتش الثاني يضغط او الريسيف ده يستقبل حرف بي. خلي بالك بقول يساوي يساوي وهنا يساوي يساوي، لان انت بتعمل ايه كومبارزون للقيم. وهعمل ال سي دي اوت
2 1 امسح الصف الثاني كله وارجع تاني اكتب الجمله دي ليد 2 وما انساش اصفر ريسيف واعمل الديلي. نفس النظام هيتكرر مع سويتش 3 وهيبقى خاص بليد 3 واجي في ال LCD اكتب ليد 3 واجي للسويتش 4 وريسيف هيبقى دي حرف دي هعمل توجل لليد 4 وما انساش امسح واكتب الجمله الجديده واعمل ايه الريسيف اصفره واعمل ديلي واقفل القوس اف الاخيره والقوس ده بتاع 4 القوس اللي تحت ده هنا بتاع 4 دي والقوس اللي هنا ده بتاع الفويد مين كده. الكود بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله. لو انا عايز استخدم الانتربت لان الانتربت هيخليني اشيل مشكله الديلي ده، الديلي ده عامل لي مشكله هنا فالانتربت هيخليني اعمل ايه؟ مش هستخدم ديلي خالص تمام، لان انا لو لغيت الديلي وضغطت ضغطه مطوله على السويتش هتلاقيه بيعمل فلاش. تعال كده نجربها على حاجه واحده زي ما احنا قلنا في بدايه الفيديو، هنجرب على الديلي بس هنا هشيل الديلي ده تمام كده. هعمل بيلت نعمل ستوب ورن تاني جمله ويلكم هنا. تعال نضغط على السويتش واحد ضغطه مطوله بص كده هتلاقيه يعمل فلاش لان محتاج انت لازم ديلي بحيث تضمن اليوزر ضغط ورفع ايده. نروح نشوف التعديل اللي في الكود، هنشرح الطريقه الثانيه باستخدام الانتربت. نفس الاعدادات مفيش فرق. تعال نعمل رن من هنا هنلاقي في كلمه ويلكم ظهرت هنا وفي ويلكم ظهرت هنا. نضغط على السويتش الاول هنلاقي عمل توجل للليد دي. طب نضغط ضغطه مطوله، ضغطه مطوله اهي هتلاقي الليد دي ثابته، خدت بالك؟ ترفع مش هيحصل حاجه. نضغط ضغطه مطوله مش هيحصل حاجه تمام، مجرد ان هو يعمل توجل مره واحده. نفس النظام ضغطه مطوله كمان هنا اهو، بصوا كده مهما الضغطه طولت اهو مفيش اي حاجه، بيعمل توجل مره واحده غير الحاله اللي هناك تمام. نفس الطريقه ممكن انا اكتب هنا برضو ايه، بصوا كده كده عمل كنترول على ايه، ادي ايه بيتحكم في ليد واحد ايه سي دي، بضغط دي اهو بصوا كده على السيريال بيظهر الحرف عندي، وكمان الليد هنا بتغير ومكتوب على ال سي دي ليد 4 سي تاني دي من هنا سويتش الرابع ليد 4 اهي. زي ما انتم خدتوا بالكم كده مفيش المشاكل اللي قابلتني في الكود اللي فات. تعال نروح للكود بتاعنا. نفس النظام انا كده معرف البنات الخاصه بال LCD، مظبط السويتشات والليدات، معرف هنا متغيرات انسايند كاركتر اللي هو ريسيف بيساوي 0 ده اللي هستقبل فيه الداتا اللي جايه من السيريال، وعندي متغير اسمه اكس بيساوي 0 من النوع انسايند كاركتر برضو ده هستخدمه عشان اشيل المس ماتش لان انا هستخدم ار بي بورت تشينج انتربت تمام. ومعايا كاونتر اسمه سي ان تي بيساوي 0 ده برضو نوعه انسايند كاركتر. نروح لداله الفويد مين الاول، داله الفويد مين عملنا انيشاليزيشن لل سي دي وكلير هنا وعملنا كورسر اوف وظهرنا او اظهرنا كلمه ويلكم في البدايه، عملنا انيشاليزيشن لليو ارت وكمان طبعنا كلمه ويلكم على اليو ارت. عرفت من بي 4 لبي 7 كانبوت هستخدمها كسويتشات، من بي 0 لبي 3 استخدمت عليها للدات. طبعا عشان استخدم الانتربت والكلام ده قلناه مرارا وتكرارا مع ار بي بورت تشينج انتربت، قبل اي حاجه اقرب بورت بي في الفويد مين واحطه في المتغير اسمه اكس اللي انا معرفه فوق. ليه؟ عشان اشيل المس ماتش. لو ما عملتش كده هتلاقيه دخل الانتربت في اول مره اول ما تعمل ران. وما انساش كمان اصفر الفلاج، يبقى انا صفرت الفلاج الخاص بي ار بي بورت تشينج انتربت وهعمل اعداداتي عشان اظبط الانتربت الخاص بي ار بي بورت تشينج تمام. هظبط الجلوبال اخليه بواحد والانتربت انيبل بيت هخليه بواحد. هروح في داله الانتربت، مجرد ان انت ما تضغط على السويتش ينفذ الانتربت. الانتربت هنا بيتم تنفيذه نتيجه الضغط على السويتش او تغيير حاله السويتش. فاروح لداله الانتربت، اول حاجه اسال على الفلاج هل الفلاج بي بواحد عشان اضمن ان الكود هنا اللي هيتنفذ ده خاص ببورت بي تشينج انتربت وليس باي نوع تاني من الانتربت. اول حاجه شلت الديسماتش، صفرت الفلاج استعدادا انه يعمل انتربت للمره القادمه، وكمان عندي اربع سويتشات، عندي سويتش على بي 4 ده اللي هو السويتش الاول. هقول كده لو السويتش بيساوي ساوي 0 ليه ساوي ساوي 0؟ لان قلنا الديفولت داخل كام؟ واحد، فهيبقى بول اب ريزيستور. لما انت تضغط كده يدخل مين؟ 0. لما انت تضغط كده تضغط يروح داخل 0، يبقى انا عايز اغير من حاله الليد مع بدايه الضغط. طب ارفع ايدي يروح داخل 1، فانا هسال لما يبقى ب 0 مع بدايه الضغطه، لكن ما ينفعش تخليه لما يساوي 1 مع نهايه الضغطه، لان اول ما هدخل مباشره هيروح عامل انتربت فهتلقى في اختلافات كده ممكن يعمل لك مشاكل. فلو انت ديفولت داخل 1 يبقى اسال في البرنامج هنا لما يبقى ب 0 عشان اعرف بدايه الضغط. اول ما تضغط على السويتش الاولاني المتغير اللي اسمه كاونت ده خليه بواحد، لو انت ضغطت على السويتش الثاني الكاونت خليه باثنين، ضغطت على السويتش الثالث كاونت خليه بثلاثة، السويتش الرابع الكاونت خليه باربعة، يبقى كاونت تساوي واحد معناها السويتش الأول وهكذا. نروح لدالة المين، أسأل في دالة الفور على الداتا
اول حاجه اعمل تشيك هل في داتا على الباست ولا لا. لو في داتا خلي بالك قوس اف اهو، لو في داتا حطها في المتغير اسمه ريسيف، ورجع تاني ريسيف على السيريال بامر اسمه يو ار 2 1 انسكور رايت. رايت ده عشان يرجع الداتا على السيريال تاني وياخد المتغير اللي اسمه ريسيف يرجعه. كتبت ايه؟ يرجعين عشان تقدر تشوف. واعمل انتر عشان بعد ما يظهر الحرف ينزل سطر جديد. واروح اعمل تشيك. هنا مش هعمل تشيك على السويتش، هنا هعمل تشيك على المتغير، لان لما يحصل انترابت نتيجه تغير حالة السويتش فبالتالي هروح اغير قيمة المتغير ده. فانا اسأل على المتغير في المين وليست السويتش. هروح هنا في دالة اف الاولى الخاصة بالليد الاولانية، اقول له لو الكاونتر عندك بيساوي سو واحد يعني ده معناها ان السويتش الاول اتضغط، او ريسيف بيساوي ايه، اعمل الحاجات اللي احنا قلناها من شوية. هيعكس حالة الليد يعملها توجل، هيمسح السطر التاني عشان اكتب مكانه الاستيتس بتساوي ليد واحد، وهصفر مين؟ وهصفر المتغير اللي اسمه ريسيف زي ما قلنا عشان ما يعملش فلاش على طول، عشان ينفذ مره واحده. قلنا في الكود اللي فات ان لازم ريسيف ده يتصف، وعرفنا ليه. وهنا مش هستخدم ديلي لان انت مش بتسال على السويتش، الحاله اللي بتتغير عن طريق اللي انت ربطتها. فما انساش اصفر المتغير اللي اسمه كاونت. ليه؟ لو الكاونت بقي بواحد هيبقى بواحد على طول، فمش هيتغير هنا. يرجع تاني يلقى الكاونت بواحد، يعمل توجل للليد، يرجع تاني يلقى الكاونت بواحد، فمباشره بعد ما انفذ اللي انا عايزه اصفره. صفرته يحصل انتربت عن طريق سويتش 2 مثلا، سويتش 2 اول ما يحصل انتربت يخلي الكاونت ب 2، يروح يرجع تاني في المين يعمل تشيك عليه بايه؟ ب 2 ولا لا؟ نروح للسويتش التاني، لو اتضغط عليه هيبقى الكاونت ب 2، اروح اسال هل الكاونت بقي ب 2 او الريسيف اللي جاي من السيريال بقي بي، اعمل توجل للليد 2 واعرض على ال LCD ليد 2. ما انساش اصفر الريسيف اللي جاي من اليو ارت، واصفر المتغير اللي اسمه كاونت استعدادا ان هو لما يروح الانتربت يغير قيمته. لو ما صفرتش دي هتلاقى برضه يقعد يكرر في دي على طول ويعمل فلاش كده على ليد 2. نفس النظام مع سويتش 3 متكرر ومع سويتش 4 بنفس الكيفيه، اللي بيتغير بس رقم الليد في كل مره، يعني هنا 3 بقيت 4 وعلى ال LCD تتكتب 4. وما تنساش تصفر الكاونتر والريسيف. وده كان الكود ببساطه. نروح تاني نشوف السيموليشن عندي، نعمل كلير هنا، كليك يمين كده كلير، نعمل ستوب هنا، نعمل ران، كلمة ويلكم ودي ويلكم هنا، تضغط على السويتش الأول، عمل توجل أهو، نضغط تاني بيعمل توجل، بيكتب على ال LCD، نضغط A على الكيبورد، نلاقيه بيرجع تاني بحرف A، معناها كده إن أنا رجعته تاني على السيريال، B بيعمل توجل لبي أهو أو ليد 2، B. طب ليه أنا ما خدتش الجزئية دي وحطيتها في الانترابت على طول فوق؟ ده إحنا قلنا إن الليد بتغير حالتها بناء على إحدى الحالتين، يا إما عن طريق السويتش يا إما عن طريق مين؟ اليو ارت، أو إن أنت إيه؟ تكتب حرف من الكيبورد. فهنا ما ينفعش تكتب الكود بتاعك. ليه؟ أنت بتسأل على السويتش، لما حالة السويتش تتغير هتقول له غير حالة الليد. طيب وأنزل تحت هنا هروح أقول له إيه؟ أقرا من السيريال، ولما السيريال يبقى إيه؟ أغير من حالة الليد، يبقى في تكرار في الكود هنا، تمام؟ هيبقى في مشكلة. لا ده أنا أخدته في المين ورحت خليت الكود هنا في حتة واحدة وعملت أور، كده أنا وفرت في الكود واتغطيت على المشاكل. ولو حلقة النهاردة استفدتوا منها وعجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واللي عندكم أي استفسارات سيبوها لنا على هيئة التعليقات أسفل الفيديو، وشكرا جزيلا.